بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد، الدرس 23 من كتاب الملخص المفيد في علم التجويد، حكم بعض الحروف، حروف الاستعلاء. درس اللواتن يا صدحات كتاب ملخص المفيد وهما يعيس علم التجويد كه. درسي اللواتن يا صدحات وحنوغ بلابنا يا حكم بعض الحروف، حروف الاستعلاء. حكم بعض الحروف، حروف تقار كم إذا حكم كيرو حروف الاستعلاء، استعلاء حروف تيسة حكمها حكم كذا. حروف تمركي وين يرى لقاها الله كوالا وين يكوالا يرى يلابا يقيب سمان تدبال وين حروف الاستعلاء خص الضغط دين قيدة لغو كل ميه إيه انت كالو الله يرى يلابا تاني يكو كالو صفة الاستفال قات استعلاها ساها دانا أفر كمي ده سفا كلوين بيقاتانو إضباق ليرة استفال كان وحلق سوري بيجرى كوا الله يرأيو صدح كمي ده وفي بعض الأحوال لوين يجرى لفظ الجلال الله كلمة الله دي قد كهر مرام كردك يرى هذا في بعض الأحوال يألفك. وحوير مركة حكم بعض الحروف، حروف تقار كم إذا حكم كذا. حروف الاستعلاء، استعلاء حروف تيس. كم عدد حروف الاستعلاء، استعلاء حروف تيس ترى ذي ضوامة وما هي محيك ليه. حروف الاستعلاء، استعلاء حروف تيس كلها حروف تا استعلاء أمانتات مفخمة ولوينين. حروف الاستعلاء، استعلاء حروف تيس كلها كل الحروف بلوتو كيدنا كلها حروف تضمنت مفخمة ولوينين. لا يستثنى لغا سوريبي ما يستثنى وسوريبي لا يستثنى لسوريبي ما شيء شيء منها حروف تستعلى تضمن ولوينين وحل سوريبي مجر تضمن ولوينين. وهي حروف تستعلى سبعة تضوي الخاء خاء والصاد صاد والضاد ضاد والغين غين والطاء ضاء والقاف قاف والضاء. وهي حروف تا استعلاء مجموعة وحلو كلمية في الكلمات الآتية كلموين كان صوت صعودة خص ضغط قذ وعلماء ذو قاكو فسرين قذ دقو كنغو هرتشاقو حكر ربيئو تضرب حرف. علماء ذو قار كم ذو فسرين قذ بمعنى أنزل وأقيم ويدين دقو كنغو خصنا بول وابول بول كير قري كير ضغط إن أي ضغط عريدي أو ضغط وحيالها عداد سكويها خص ضغط قد تضوض حرف ولوينين صفة قاتلنا صفة الاستعلاء عليه قد دك خص بول ضغط عريدي أي اكتفي من الدنيا بقدر الحاجة الدنيا ذا كافتهم وحكوه فلا هيسرع سين. وتختص وحيقار لتا حروف الإدباق، إدباق حروف تيسو ومنها حروف الاستعلاء كم إذا بالتفخيم وينين الأقوى وآدوي وتختص وحيقر لتا حروف الإدباق، إدباق حروف تيس ومنها وتختص وحيقر لتا حروف الإدباق، إدباق حروف تيس ومنها حروف الاستعلاء كم إذا بالتفخيم وينين الأقوى حقب. وهي حروف تا إدباق وتختص وحيقر لتا حروف الإدباق، إدباق حروف تيس ومنها حروف تي استعلاها كمنا بالتفخيم وين الأقوى حقب. وهي حروف تي إدباق أربعة أحروف حروف وأفروا الصاد صاد والضاد ضاد والطاء ضاء والضاء ضاء. وقد أشار وحات المام إلى ذلك أرنك ابن الجزري محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي بقول هذا الكس وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا لإطباق أقوى نحو قال والعصا وهو قاض وفخم وينه ده حرف الاستعلاء، استعلاء حروف تيس وينه وحرف الاستعلاء وينه وحرف والكردي وفخم وينه حرف الاستعلاء، استعلاء حروف تيس وخصوصا كقاريه التفخيم وينه الإطباق حروف الإطباق، إطباق حروف تيس أقوى من حوق بدن حالة ومن الاستعلاء كوي استعلاء كل أباق كل نقضي أي كحوق بنات
نحو قال قال إيه وحي لمده قال مركب حاوي كو استعلاه كلي أقات والعصا صاد كرم حاوي كو قات استعلائه إطباق مركب صاد هذا قاف يا وين صاد لماذا له صفتان صفة الاستعلاء وصفة الإطباق أما القاف صفة الاستعلاء فقط مقر ملحوظة ملع سوي في رقاري لكن ملحوظة في رها هذا كلمة أصلها لحظ البصر لحظ ملع سوي الساس روح إيش قعد كسيس كلمح البصر قرآن كسما لمح يا لحظ لحظة هرتوا في رها مركب ملحوظة وملع سوي كلمة أصلها لكن هذا في رقاري وعدك سام في رقار ملحوظة إيه ملاحظة إيه وأنا فيرن ملحوظة ملعسي أولى أي الأول أكوبات ملحوظة أولى أي ملحوظة الأول ويسجر أولى ذي هبون معها أي أول ملحوظة ملعسي الأول أكوبات حروف الاستفال استفال كحروف تيسو كلها حروف تعلمات مرققة ولا يرين ولا يجوز مرة بنانا تفخيم الشيء شيء لو إنه منها حروف استعلاء كمد منها حروف استفال سكاجر هذا حروف الاستفال استفال كحروف تيس كلها حروف استفال كدمانت المراققة على يرين ولا يجوز ما بنا تفخيم شيء شيء لو إنه منها حروف استفال كمد سوى حرف اللام والراء لام يراء لوضع حرف دي لغا صور موين ولا يجوز ما بنانا تفخيم شيء شيء لو إني يؤمنها حروف تي استفال ككمدة سوى حرف اللام والراء لام كي راء لبضع حرف لبضع وضع حرف مركي لغا صور مويا سوى حرف اللام والراء لام كي راء لبضع وضع حرف وحن كاهن إيوى الألف قدر إيوى ألف ألف في بعض أحوالهم يسوي تيسي ورو وتا سوى حرف اللام والراء لام كي راء لبضع حرف وحن كاهن في بعض أحوالهما حال ضوضة قركم وحن داهنا لكن سوى حرفين به سوى حروف اللام والراء والألف لامك يا راء يا ألف حروف توضى مركي لغا صور ويوم في بعض أحوالهم أما في بعض أحوالهن حال ضوضة قركم وقد أشار وحات المام إلى ذلك أرنك ابن الجزيري بقوله ورققا نسخنا فرققا ويفاء نسخنا ورققا لوضع وصحه ورققا يري مستفيلا حرفا حرف حرف كاسو مستفيلا صفة الاستفالة ومن أحروف حروف حقيقة كهذا وحادنا كدكتونو تفخيم اللفظ الألف أرف كود واقد سئنا دوينيس ملحوظة في رقار ثانية لبا تكون اللام لامتي وحي أهاني ومن لفظ الجلالة لفظ الجلالة تكون وحي أهاني اللام لامتي ومن لفظ الجلالة لفظ الجلالة حقي سكأت مفخمة من لوينين يا أهانس تكون خبر ترفع الاسم وتنصب الخبر إذا وقعت هذا على اللامتي وي بعد فتح إذا وقعت هذا على اللام الجلالي لفظ الجلالي بعد فتح كردي كدب أو ضمين قد كدب نحو تالله كردك بلا كور مرة تالي بلا كردك تالله يدو قد كور مرة يعلم الله وتكون وحي أهاني مرققة وتكون لامتي لفظ الجلالة كجرت وحي أهاني مرققة من اللي يري إذا وقعت هذا بعد كسر هسري كد ولو منفصل ولو منفصلا بايلة هنا نسخة دي هروا واحد استمجرة سخدي هراء اسكو نوع عن هنا ما على النوع عاقتس ما هو نوع عندهم هاي ما ولو منفصلا با في عنه ولو كانت بلسوق قدري كان اي اسم يضم مسترت ولو كانت كسرد هبعها منفصلا مد كسوعا عنها لفظ الجلالة حق اذا كسوعا ولو كانت هبعها وتكون وحي أهاني لامتي واللفظ الجلالة مرققة من ليري إذا وقعت هذا الدعو
بعد كسر هوس لي كدي بيد على هوس لي كور مر ولو كانت هبا أهاتو ولو كانت هبا أهاتو لامتي منفصلا متكسو عن عنها كسر أو عارضا يا لدي منفصلا بلو أو أمسى عارضا هنقط كسرد من عارض وسودر سو نحو بسم الله ها ومنفصل كيبك مثال ما قرت بسم الله الله إذا حصلك كهري بسم سور كلمة ما الله هنا كلمة منفصل كاو بالله كان وحوك وضع فير بسم الله وديرين قل الله بسم الله بالله لله أفي الله قال ابن الجزري وحير وفخم اللام من اسم الله عن فتح وضم كعبد الله وفخم وين اللام اللامت من اسم الله إله ميعس حقي سكات عن فتح بعد فتح أنت بمعنى بعد عن فتح بعد فتح كرني كذب وين أو ضم بعد ضم قد كذب وين وذلك كعبد الله وفخم وين اللام اللامت من اسم الله إله ميعس حقي سكات عن فتح بعد فتح كرني كذب وين أو ضم بعد ضم قد كذب وين وذلك كعبد الله باو هذا كان وحباويه في بيان الفرق فرق إن العدي بين الضاد والضاء ضاد كي ضاد فرق يودحي حرفك الضاد ليادنك كصب مخرج أهان إيا صفة أهان إيا قرى الأهم فباو وحباويه في بيان الفرق فرق إن العدي فرق ياسو بين الضاد والضاء ضاد كي ضاد نحو ضاد هل هناك مجراوي فرق وحفرق بين حرفي الضاد والضاء ضاد كذا ضاد لا وضع وضع حرف وحفرق ودحي مجر هل هناك مجرى فرق وحفرق بين حرفي الضاد والضاء ضاد كذا ضاد لا وضع وضع حرف وحفرق ودحي وما هو محون يا فرق نعم ها يوجد وحال هلا بينهما ضاد كذا ضاد نحو فروق 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 فرقي على واحد يقولك للتكسير في الرسم والشكل حاجة ديالك رسمي وشكل ودقال مقر رسمي ورتكلي يسوق ودقال شكل الدبها شكل كهذا اللي أديكس لكن شوق هذا لوضع ودقال كوكو هذا سوف لكن كلمة الشكل شكل عين حركة اللي يقال مقر شكل كان هذا كمان هذا سوق سوقت في الرسمي وشكل حق الدقال كوكو والمخرج حق مخرج كي وصفات حق السيفوين صدح الرمي كل بدنيهم لما جزء ذلك عمتنا يقول لك المخرج كي الصفة وضاد باستدارة ومخرج ميز من الضائع وكلها تجي شيخ نوح كوزي هذه حق في الرسم والشكل حق قرال كي الدقال والمخرج مخرج كي وصفاتي سفوين ما هو الفرق الأول فرق يكون محوية بين الحرفين لبضا الحرف ليه وضاها الضاد ضاد كي وضاء ضاء المشالة اللي ذا ألف كوكوتا ناوي ضاء المشال ذا مركي لا دقا فير ساس مرك هذا ساس كسر ألف كما سقط المشال انت هو اي المرتفع سريسي ضاء المشال اللي اسكج الفرق الاول فرق الكوبات في الرسم والشكل وحق دقالك يا قرالك ويتضح اعدان ذلك ارنكا من رسم كل من لارك قريدي او منهما من الضاد والضاء ضاد كي ذا مركي لا قره يفرق اعدانا حيث مال انه شان يختلف وكد ويه خلاف سيها احدهما متكوت وضاد كي ذا ذي عن الاخر ككوا كد ويه فمثلا الضاد ضاد كترسم ولا قره في افرادها مركي كلجت في إفرادها ضادك مركو كرجية فمثلا الضاد ضادك ترسم ولا قرى في إفرادها كلي أهانت وأمامها هرت ذرؤية نصف دائرة قواب النسك قواب النسك حالك واضح داخل فاضل فير قواب وحيوية قلنا إبر كوين مقر إبر كوين ضادك مركو ساسو مقر يا لا وفروا الاسكوس وقبرها سوما ساس ساس سيدنا كلو دويها مقرة
marka goobaabintuna iyadoo isku xidhan way, goobaabintu waa daa'ira, waa eber weyn, eber weyn. Wuxuu yidhi famaalan adaadu daadka tursam waa la qoraa fii ifraadiha keli ahaanteed, wa amaamaha horteedana uu yahay nisfu daa'iratin goobaabin niskeed hakadaa sida waa ka dood oo keligii amaarat goobaabinta inta horu ka wadaa ma garat intan gadaal iska dha ma aragtaa laba farood oo isku qabsa inta hora nisfu daa'ira intaasuu ka wada goobaabin niske inaan goobaabintu waxay u kala baxdaa khaaliyatulwasad mid dhexda ka bannaan sidan oo kale mid la yidhaahdo mustadiila dheer min murabaca ma garanaysa ilaa qaybaa laakiin daa'ira laisku yahy dhexda maray saa uga bannaan taa jirta daa'ira mara yeer saa taa jirafi mara waa saas oo waa simanta mara saas waay mar waa yar qalloocsan tahay murabac mustadiil laakiin maxaa kulmiya daa'ira goobaabintu inta tan khaaliyatulwasad baa le dhexday ka bannaan mid masduudatulwasad la dhaha jir dhexda dhankaa wada ma garanaysa waamaamaa horteedana nisfu daa'iratin goobaabin niskeedba hakadaa sida dood wa amaa fii wasadi ilkelima kelimada dhexdeeda hadday ku jirto fatursamu waa la qora hakadaa sida dood maaragt waxbaa lagu sii daraya mithlu yudilu bihi kaiiran wayahdii bihi kaiira bisan bisinatin badifira bisinatin far baa loo qoraa far fartaasoo bacda daadi daadkii gadaashiisa ah wariyaa daadka far ka bixi culimadii hore soomaalida maqli jir wariyaa daadka far ka bixi daadka markaad qortood rabta inaad wax kusii darto soo far kama bixi fartu waa inta yar intaad isaga wax kusii dar waxaad qoraysaa mathalan haa haa waxaad qoraysaa da faman idura baa ka soo qaad faman idura id daadka markaad qorto daad aada gaarin daadka iyo daada maxaa u dhexeeya far sooma dhex taasay carabtu bisinatin dhaha bisinatin far bisinatin far baad qoraysaa far fartuna waa intaa yare kor loo taaga maar daadka markaad qortood wax kusii darayso xarafka kale intaad gaarin farta yaraad ka bixiso bisanatin bisinatin bisi bikasirisin bisan bisinatin far bacda daadi daadkii gadaashi ama daau daadi miya fatuursan waa la qoraa hakadaa sidaas hadda da keligeed qoran ma arag daada markaa intii yareed qorta kor horay maxaad ka soo gelinaysaa ama kor alif soomaa alifka iyada hadda ma arag iyada markii la qoraa fiir soo saas maa marka hore alif ma dhigataa alif alifkaa mushaala le mushaala almurtafica way dheertahay soo maarag adaaul mushaala haddaad maqasha alifkaa ku taagan wey alif hadda maaha daa alif lagu taaga keligeed markeet soo waxma soo gashan intaa alifkee soo gashan baa mushaalatun le mushaala waay ama daau daadi fatuursamu waa loo qoraa hakadaa sida da biduuni daa'iratin goobaabin la-aan fil ifraadi markay mufradka tahay fil ifraadi keligeed markay tahay goobaabin la-aan wa wabiduuni sinatin farna malha fii wasadi lkelimati kelimada dhexdeed wabiduuni sinatin farna malha far oo haddaad qoraysaa dafara daad iyo faad ma waxbaa u dhexaynah may fii wasadi lkelimati kelimada dhexdeed wahiya iyadu daatu alifin alif bay u saaxiibtahay fowqaha korkeed fiir haddatan wahiya la-dii daatu alifin alif bay u saaxiibtahay fowqahaa korkeed alifka la sheegi ma garat markii iyada la qoraayo sidaasoo ma dhahays alifkaa dheer kadib gantan aad ku soo xinaysaa odaadiya sooma alifkaas mushaalatun baa le mushaala miim iyo shiin iyo alif laam tagaam adaaul mushaala daadii alifka wadatay alifka hadda daaun mid lagu taaga ha u malayn waa midkan ay madaxaba ku wadat ee horay laga soo gelina ma arag wahiya iyadu daatu alifin alif bay u saaxiibtahay fowqaha korka sawaaun waxaa isku mida kaanad ahaatay mufradatan keligeed aw kaanad ahaatay fii wasadi lkelimati kelimada dhexda siin maa huwa alfarqu athaani farqiga labaad muxuu yahay bayna alxarfayni labada xaraf dhexood
الضاد ضادك والضاء ضاد. ما هو الفرق الثاني؟ فرق اللبان محوية بين الحرفين اللبان حرف دعوة الضاد ضادك والضاء ضاد. فرق اللبان محوية الفرق الثاني فرق اللبان بينهما لبض حرف الإحوضة هذا الضاد كي ضاد في المخرج مخرج كوي. فالضاد ضاد تخرج ويصبح من إحدى حافتي اللسان من حافة اللسان بس إنه يسكرها هالري من إحدى حافتي اللسان عربك لبذي سد إن عميد كمدة مركا وحاورون إنه لا تخرج ويصبح من حافة اللسان عربك دين عيس يوما شيء يقابلها حافة اللسان قابلها يأكو آدين وكسو هرجدو من الأضراس العليا قوسها كرة سواء وحايسكم إذا كان هيا من الجانب الأيمن الدين عميدك أو من الجانب الأيسر الدين عبيده أو أمسيهما لبضا الدين عبها هاتيا معنا هو ذجر كل من الأركع على حسب قدر كيسو كل تتوينك تتوين العوض وحالا يدين كرادتك كل من الناس كل من الأركوب من الناس ذلك كمدة على حساب ما شيء سوى فقصا أي وفق كلمة ذا وفق وحلها عربي أهم وحاسحا وفق وفق مصدر أهم وفق وفق ذلك إسكادا لكن وفق صح كل من الأركوب على حساب ما شيء سوى فقصا ييسر الله إله وفضله تعالى كرهي له كل من الأركوب من الناس على حسب ما كيفية يقام ماذا كيفية كل عيسى على حسب ما كيفية سوى فقصا كيفية ذا سوى يسر الله إله ويسر تعالى سري له منك له ذا وحاله بيان الآية كل من الناس هالكس. أما الضاء ضاء ذي له ضميرك هالكس له ذاتك أول ناسك. أما الضاء ضاد فتخرج ويصبح من طرف اللسان عرب كفوديس مع أطراف الثنايا العليا فولش كرفود لو قبنا. والضاء ضاد من إحدى حروف إخراج اللسان عرب كحروف تكسر بحر متكمدو من إحدى حروف إخراج اللسان عرب كحروف تكسر بحر متكمدو ضاد كحروف تعرب كسر بحر وإيه حافية طرف بكلين لكن ضاد كوارنع جيس ضادنا وافود. فالمخرج مخرجك بينهما دحوضا هذا إذن هذا متباعد ويمتكلفك فكيف سيدي يمكن صورة قلوتا تسويتهما إن عصرنا مسلمي كالرو. ما هو الفرق فرق محوية الثالث السدحات بين الحرفين لبضان حرف دحوضا هذا الضاد ضاد هي وضائضا الفرق الثالث فرق السدحات وبين الحرفين لبضان حرف دحوضا هذا الضاد والضاد ضاد هي ضاد في بعض صفات الحروف حروفت سيفوين كذا قار كم دو حروفت الهجائية يهجاد. فالضاد ضاد كي تختص وحي قارلت بصفة الاستدالة صفة الاستدالة اللي استدالة ديران وهذه صفة صفة غير موجودة لقمه لا في صفات حروف ضاد في صفات حرف الضاد وهذه صفة صفة غير موجودة لقمه لا في صفات حرف الضاء حرف كذا ذا اللي سيفوينك وهذه صفة صفة غير موجودة لقمه لا في صفات حرف الضاء حرف كذا ذا اللي سيفوينك لقمه لا لأن صفات وجمع ما نصال مقر توصلق سكر ديو لأن صفات حرف الضاء حرف كذا اللي سيفوينك هي الجهر الجهروي في حده شخص سكت بالقوي والإطباق إطباقوي والاستعلاء استعلاء والرخاوة الجلع أجد قادم بكدي لن عمر والقوة والإصمات إصمات واي هل كامرك وان صحينا لأن صفات حرف الضاد أحودك مجرى لأن صفات حرف الضاد ميكودك مس حرف الضاد بكي ها ما سيدة نقود ضادك وصوضة صح صح لأن صفات حرف الضاء حرف كذا ليصف ينكس هي الجهر والإطباق والاستعلاء والرخاوة أما والرخاوة والصمات والضاء ضاد من حروف إخراج اللسان عربك وحروف تكسر بحذو حتى تتصل إلى اللحن الصوت بثنيتين لبضى فول
العلياتين ايه سر الاماميتين ايه غير هذا اب واب فال سوغري لا فال في دور اللحن سنه بناك اب من طرف اللسان وطرف الثنايا العليا والضاء والذال والثال العليا من طرفيهما سماء الجزري مركب عير بثانيتين وفير هذا بثانيتين اري اها واسد الصحن لكن علماء مخارج الثانيتين ما استعمالها بثنايا باستعمال بثنايا هذا فورل بين قول واجب ما قرأت وهي كانت المراكب قربه ما قرب هذا له عظيم المراكب هي وقربه ويها لدي لكن عظيم المنكبين مبض مراكب الحواجب سنيال الحاجبين يظل ديك ما قصرنا له وأريد يكو الله بقى بمعنى الجمع كويم مسألة وين بأخذوا عيسو عربية الإسكوائي أقل الجمع ما اثنان ما بسوى ثلاث تقول يا ويقول أهل النحاة وحيليهن أقل الجمع ثلاث ثلاثة فأكثر صح أما بعض علماء العربية وأهل الأصول وأهل الفقهاء يقولون أقل الجمع اثنان فلأجل ذلك إذا كنتما اثنين فأنتم جمع في الصلاة صح ولا لا أيوة الصلاة حقنا والإسكوهي ما قر ما كان ما شاء الله هو الفنون تتكامل بعضها على بعض فنيض وإسكوه ننك برنا السيرة كمان أقلاء التفسير آيات باكو سوا مني مكت ها ننك تجويد كبرنا كمان أقلاء كمان أقلاء حديث حديث باكو سوا مرة كمان أقلاء عربية الفنون تتكامل بعضها على بعض فنيض واسكبا ولا لو ما قال واسكبا حتى تصل الى الحصت بثنيتين لبدي فولد العلياتين اسر الاماميتين هري كيا لوي هري مركله مخو اسك بخينا ها يا عبد الغني لبد فول هري مركله مخو اسك بخينا كو هوس كو اسمع اب ولا اب ما قال أما الضاد ضاد كمية فالصفات هي الجهر الاستعلاء الإضباط الاستلاء الاستدالة سكر يسمر الاستدالة الرخاوة الإسمات إن ذكر الوئيس لي ومن هنا هلك يتضح وحدانا الفرق فرق ودحي بين حرفي الضاد والضاد ضاد كي ضاد اللفظ وضع حرف في الرسم والشكل حق القرآن والمخرج المخرج هي والصفات فكيف سيدي أن نسوي أسمينا بينهما دحوط سان أصمينا في القراءة حاجة عقرس يو الأداء قدش هو نجعل أنوغي لأن الضاد ضاد كذا إذا أكر في القراءة عقرس وهذا رد على الذين قالوا نجعل الضاد كذا والعلماء خاصة علماء التجويد وعلماء القراء قالوا الذي يسوي بين الضاد والضاء في القراءة والنطق تبدل الصلاة إذا لم يكن هناك عذر صح ولا لا ما كان مسألة ذا المسألة هروا عرب تريبه كان عناكو عجمي عم حابل الشيء رق عرب او حيث ينضاد ايضا ان امام الجزيري وحوها سيديد بقل صدني صدح ديبو دل قرن يقيس هقالات سيديد بقل صدني صدح ديبو قيل يهورتي وحاصوب حي رق لا ينضاد وغانا ديبه ضاد وغانا ديبه سيدا ضاد انا قلنا واقين وما في الارض ماشي لره وما في الارض عرب تقارن ديها والذي خلق الأرض والسماء له والذي خلق الأرض والسماء سما لنا هو شيء هذا ولا لين قارك له ولا لا لم قارك سيدنا له ولا ضال ولا فد فد يا بس عرق بناكو ولا ضال قارك سيدنا جل له ولا ضال ولا ضال غير المعظم عليه ولا ضال ولا ضال قلعنه وكسيدنا ولا ضال وريا محاضف إذا مركا لنا ولا مالين عيارت أرثمك مركا إمام سخاوي نوحوها ليح بغول أفارتني يستدح يسيرا قرنقي تضباضو محوير كم رامه قوم فما أبدو سوى الله من مفخمة بلا عرفان كم بدنا رامه إنت اسكود ديم قوم قوم با اسكود ديم يضادنا كل واقع فما أبدو مرعين موجنين بي سوى الله من لا محاكا أهين مفخمة لويني بلا عرفان أقول الله ولا الله ولا تاقيه باش
ماشي اللاب ولا تاجي ضاد ما هاي بوت يا نسوا مالي اللي حر هدي حرف طور لي إيه لا ضاد ولا طور الهم ضاد هرداء طور تون نكلا نرد هذا بعض طور عن إنه أورا نين فات طور محاصرة يا كاية لا وحلا طور مج وحلا مركب نبغى نحر الدين عربي ويجري يا قالوا ولنا ولنا قالوا حارك يجري وجود درن جارها عاد بقديش هو أركجر أنت هلك إن بدأ دمار غير المعظم عليهم ورضال مجد بقره يا جد سرد بكون غير المعظم عليهم ورضالين مركب وحب الله عيا وحد دفع من جرنس مجد بقره ما جرنس نارك الله ما أقول حوش ونجعل الضاد وحك ونجعل أنكي اللي الضاد ضاد كالضائف في القراءة وهذا لا يجوز خلط الحروف يبدأ حرف بحرف هذا لحن جل وهذا التشبيه والتشبيه إن حصلها ضو حصل وهذا التشبيه المشار إليه آه تشبيه الضاد بالضاء وهذا التشبيه إكسينت ضاد هي ضاد اللي سو إكس إن حصلها ضو حصل أثناء القراءة أغرس كدحيس أدى وحوكيل إلى خلال بوكينا إلى خلال دلدلل في المعنى القرآني معناها القرآن كدلدلل بوكينا إلى خلال دلدلل إيه ولقى وضع خضائي ولحن يا إلى خلال دلدلل إيه اللحن في المعنى القرآني معنى القرآن معنى القرآن كفيرا دوحوي الإمام ابن الجزيري ولا الضالين ضامت ظهر دي لقد يقول الله دوي ولا الضالين بمعنى الدائمين بمعنى القرآن معنى الله غير المغضوب عليهم كو أضعره إلهي وغير كو النقيل كو أضعره النقيل والمغضوب عليهم اه هم اليهود عندهم علم فلم يعمل ولا الضالين النصارى هم عبد الله مع جهل فلذا قال العلماء السلف كيفير نن علم لورد نمه الدال عركتين ده فيه شبه من اليهود يهود بميل كان وعنقا حمانا قب هذا الحن فعل حن يهود حالان تقصو حيرتي لقاح على مين نرالي نن مركب وحيدنا علماء هدو قلدما قيل ميلا دوارات كلو قلا موكت ميلا دوارات كلو قلا ها حلا يابلو حلا يابلو كو حقر اما هدو ننكو سوغو جاهل الرمو فيه شبه من النصار كان يصدوه الصمار خير خير ما درنا عيار عيار سومالنا هدو عرفت ها 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 كون همين كي قليمار قيلة فيه شبه من النصارى عبد الله إلهي بعبدين مع الجهل جهل مارك الله وضع قلوات دماء نن علمي لوت دماء فيه شبه من اليهود نن جاهل لوت دماء فيه شبه من النصارى مكر كرت مارك ها مكر مارك الله وضع قلو قتر وهذا تشبيه تشبيه إن حصل هدو حصل أثناء القراءة تغرس كدحيس أدى وحوكين إلى خلال دلدلل يخضى يلحن قف في المعنى القرآن معنيه القرآن لأن الضاد الضاد غير ضاد هذا غير كذوي لأن الضاد الضاد غير ضاد ذا ماها في المخرج حق مخرج والصفات والرسم من القرآن وكذا استدار سوك القراءة أغرس كنا واسد وكلا اسكوا أغرس ما ولهذه الفوارق فوارقنا اندرت الجلية عب الواضحة عد يجب وحواجب عدم التشبيه الضاد ضاد كينا لوشبهم بالضائضة في الأداء حق القدشت وإلى ذلك سنادرت يؤشارة المام ابن الجزري رحمه الله تعالى في مقدمة مقدمة حيث ما قال وير وميز ووقاها والضاد ما هو الضاد ومفعول ويسكدر وميز الضاد ضاد باستدارة الاستدالية ومخرج كسر من الضائضة ذي كسر وكلها كل الضاءات ضايالك نمات تجيو وإيمان القرآن في ضعني ميكو إيمان السفرك يوم ضعنكم ذلي أو هنسيكو إيمان الظهر أو حلق ظهر بيكو إيمان عذمي أوينانيكو إيمان الحفظ بيكو إيمان ضأوي وحنوضان الضاد ما هسكج أيقظ بيكو إيمان سجيتك وأنذر بيكو إيمان أنذرتو إلا صدح معنوي مد بمعنى التأخير أدربيك مد بمعنى الترقب سجيت والله أوكلا بمعنى النظر أو فيرا وأنذر الدب لقيده يكو إيمان أظمي الله فيكو إيمان ظهري بيكو إيمان ها ظهري أو دبر كا دبر
اللفظ بي كويمان ودوق هل مر وي قرانك اللفظ ما يلفظ من قول اي قدنا هل مر ظاهر بي كويمان ودوشا ضد الباطل لضا بي كويمان فانذرتكم نارا تلظى يكلا انها لظى شواظ بي كويمان هل مر يرسل عليكما شواظ من نار ولهب لا دخان فيه بي. هلع وي هلع غير لهين كذمي وعبورين يكو إيمان ظلم أو ظلمي يكو إيمان كلا أقول بضم بديت ظلم أو ظلمي لو بقول يا فرتني سديد ميوها ظلمي أنا أقول در وهو مجاوزة الحد ظلمي أمرك خطرتي ساد قرن قرآن كل شيء هدو آذو عن علي لخضورتي ظلمي أنا علماء الصدح ويقيبيه نكا ظلمي قاركين وحوية قانا روح بعد ظلمي ذي كام كاما أهكلي لبا كلا جير ميد كاكسي وين بات ظلمي وين وظلم العبد لرب أدون كوينو ظلمي ربي وهو شرك وإلهي بادو حلو ذاج وهو أكبر الظلم ظلمي كوين بقوله تعالى إن شرك ها لظلم عظيم شرك وظلم وين بله ظلم العبد لربه لكاسي لربي أدون كو حود ظلمي ربي إلهي بادو حلو ذاج مرك دلك مشركين ده نمانك أود ظلم بضمه نمانك أود ظلم حق ال هي عدك لك السيناء حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء حق على الضمة وكله وقال لك لا أنا العابد عندنا ألا لو ذلك مرك السيدة ده ضاع هذه الدين ترى وأنا مرك ضاع سنة الدين ترى وأنا الله بشيء كيلاش شرك وحق إلهي يا ملك قد عاد يبيد وحق النبي محمد يا ملك قد عاد واتباعي الشرك في حق الله بوددك البيد أنا في حق النبي نبي حق سيبي لدكت واتباعي للربي النبي محمد أتكدم بيس كمدن بيس شركي إن إلهي كلي أنا عبد الله للربي شركي بعد سمايسي في حق الله يا ملك قد كتب العقيدة اللي قد دراسية مسائش أغلط بيكو إيمان وككنا الظلام بيكو إيمان أمكدي أظلام ظفر بيكو إيمان وعدد وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر انتظر السجد أيكو إيمان الظماء وأنا يكو إيمان أظفر وأقول إستيكو إيمان قرآن كالمروي من بعد أن أظفركم عليهم سورة الفاتح ظنن بيكو إيمان كيف جاء كيف تصرف سيكسو قدوم وما بمعنى العلم هالنقطة واليقين أما بمعنى الشك ظن واملية ظن واحق وحقيق صدر لبضه واجرة وعيد أوانا يكو إيمان وعيد أوانا وانا ذا العلماء ذهر وحيد إهجر التخويف من عذاب الله والترهيب التخويف من عذاب الله والترغيب في ثوابه وعد لبضه صار لغسوك التخويف من عذاب الله إله عذابك سردتك كعب السجلي ورسك أجرة وترغيب في ثوابي ثوابك سنجع ليسي تلينسكو قاعد تاسع هذا وعد باب السياسة اسكجر نبا ايام حوية ننهبت نبو كشي كينا وعد والله فريستا ولقينا كمان مغلم بي اتقو الله الهي كعبصد باب السياسة اسكو وطاق ما كان هذا وعد وموكت يا نبا نحو حوه روائن وركر ردي ونحو وجاء زين يا مال ردين معه يا وقت اللوغ لوغ هذا سواق شقتر لوغ لوغ على مرة ماشي مركز وحردين إيه ساحتا باو المناسبة والنصيحة إنه باو المناسبة حديث هنا كرت أنت إيه النص والنصيحة قصة كأقول وياه دتك حمان أدو قد جيسه يا ما جعنا الله ماشي غالبا ما بالو أقوى وردت حالك نحوي ما بالو أقوى لكن هبل أفكر لقمة قل هبل حراه خضرته نبي السياسات كيسا وحاكم دا ما بالو أقوام دات حال كون بابا هادر انترنت بال اسكادو بهلاك كلاو نكا هادا موقتها مرفيقو ونمي عيسى الشيكتو هادا حتى صاحبتان انن وفصيداني قاشا موقتها سلو قهشينا وقت كان اسا موقت سي اتكو هشيسان نكا وقت انن بيري يهر موقت واحو حسكت دوبا يما ماشا اقود دار هادي وحلا كلا قرأ دي وحلا كلا موقت هذا ما وقت كل لاقدة ساقدة يمارسها كل لاقدة ساقدة
هداد دواغضو دد باقاد حيو هداد دواغضو لقات وعيد بيكو إماني سوا عيدين كرب الذين جعلوا القرآن عيدين الضاد وعتاكر ظل نحلي نحلي ظل ذي كجرته الزخرف زخرف ظل ذي كجرته صوال وضا اسكم مدوي ظل وجهه مسودا وهو كذب وظلت بيكو إمان ظلت بيكو إمان ها فظلتم تفكهون إياه إياه يو حيكو إيماني ظلت وايا وايا وظلت بيكو إيماني ظلت فظلت أعناقهم ظلت ونوص وصعد وظلت محوي وظلت يكو إيمانيسا ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا ظلتم بيكو إيماني فظلتم تفكهون سورة الواقع وقادوا حدا وظلوا وبروم كجرت كالحجر مد حجر نوالم ما هيك لا تهي فظلوا فيه يعرجون وحجر كجر إيه لظلوا من بعده يكفرون الروم وظلوا وبروم في روم سورة الروم بحيثها تلك الحجر من دي حجر نوالم ظلت إيا نظل ظلت إيا نظلوا بي نظل بسهل ظلت إيا نظلوا شعراء في شعراء بي لبذا كجر فظلت عناقهم لها خاضعين إيا فنظلوا لها عاكفين يظللنا بيكو إيماني سافا يظللنا رواكيدا سورة شورى ها محذورة أبو أنا جايد محذورة ميودين دي قالوا ضع محذورة وي أو ضاء 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 أنا هالك أسكس محذورة بيكون ما ضاء لأن كهل لأن باب ضاء محذورة بيكون ما وما كان عطاء ربك محذورة ممنوع دو مع المحتضر إلا لقى ومحتضرنا وحوي فكانوا كاشي من محتضر وكنت فضا بيكون إيماني وكنت فضا بيكون إيماني سا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا وكنت فظا بيكو إيماني وجميع النظر في رؤى بيكو إيماني انظر في رؤى وضع إلا بويل سورة ويل كصر سورة ويل لفظه كجر محاوي ويل للمطفين ويا نظرة النعيم ضد نظرة النعيم هل لفظه كجر كصر هل أتى على الإنسان نظرة وسرورا ونظ وأولى ناظرة ناظرة من دهر وجوه يومئذ ناظرة مدس إلى ربها ناظرة ضأوية والغيظ بيكو إيمان وعرضي والكاظمين الغيظ للرعد الرعد لفظه كجر ما يهود هود كي كجر قاصرة حال أي تامد كقاب عليهما لبضى صورة للرعد الرعد لفظه كجر ما يهود هود لفظه كجر قاصرة حال أي تمد كجابا عليهما لبضا صورة وما تغيض الأرحام وما تزداد كو إيا وغيض الماء ها والغيظ بيكو إيمان للرعد رعد لفظ كجر كلمة دي كجرت ماء للرعد كلمة دي كجرت يهود قاصرة حال أي تمد كلمة مد جابا إيا الكلمة عليهما على الصورتين والحظ او دافاي كو ايمان لذكر مثل حظ الانثى ها سومالي ايادي واخ كاغا دحاي الى يومنا هذا لو دبا تاغي يا وركي ايادها لديده ايادها بدن با لديده لكن سومالدا ايادا وا موقت قصه دهر بي كولا ماركي دخل كان لديده وي دولتي ميلتري لذكر مثل حظ الانثى نينكا لبو خوله لبد ددق واخو دغ وانا حق وعدال ميل دوبة ميل دير بعضون كفيرين ننكو مركو قبض قرسنة يالا قربا انو قريقا دو يدي وحالا وري آباهي واجوغا هو اسكجر آباها دينو كسوت هو يدي واجوغتا هبار يرتين واجوغتا اسكجر واي سوكس ايدي منبري لجوغي جرين واجرت ومشروع ابتغي اجوغ هاي اروسكي هادا وحاوا سوكر ايقول لك هتال هاي ما أنا كذب الذهب كان سريتها تمر بتف غير كيك تمع ورنك أنت بيلك وأكود ليك يا أنت سلقتها عمرك
يا ننكي مات مناقبا انت سلقر ما هذا تبيلك واكوسي دار المهدي له بيل قودك اوسبيتال ننكي مرك اللي ذكر مثل حظ الانثيين عليسيدا هي الى وحك سو اوغي سبحانه وتعالى شيعيا وحي كانت رغي هوين واسمي رغي هوين سومالي انت لو دبقال دم واكا دي هبين اي مالين بيدفع نوو دخ سكون حياه ايدها لبين هي والجن وث على خطبته وحن كدهيست اذاعه والربع وتمن ويدهي والجن والله انا ايدين داوي نينك عربتا نبي محمد بكر صلى الله عليه وسلم والله كان ايدين داوي والجن وثمون والربع والجن بيدهم بي والله كان ايدين داوي نينك عربتا مار عيدي وحو حتى قدر دري موقت وحل دغيسن كريم بي يا وإذا كشوا أنا وإذا كشوا النبي أنا هذا ترى نشأ باول مدفع نشأ والهاون هو بي يوصى وارخ يا مد جيس مطلع مانس محمد على كل قصة ذاك لما مد جيس الشيخ عبد الحميد كشك ويريوال قرآن كعدي ساس وكلا وجه سومالي وحاسك تام بيريوال 40 سنة أفرت السنة هيريك يمريك سوق adoo hawl ma leeyahay 20 oo dhawaa hadii 20 kala noogu sibo khayr inay ahaalayd oo laga yaa inna lillahi wa inna ilayhi raji taadan meesha abd alhamid kashki ma dhigaysan laakiin nin baa igu yiri barigaas oo khutbad duubi xubii Soomaali diinti Soomaaliina diin culimadii kasoo horjeedayna waa toogatay 40 sano sugu yiri 40 sano oo fawdo iyo qahr iyo dagaal iyo والحظ ضيف بكو إيمان إلى الحظ بورين على الضعاب الهاشين كل يسكبور يما ولا يحضون مقر تاكو مجر وفي الضنين الخلاف الكلمة الضنين الخلاف الخلاف مع هذا السامي أسر خلاف سر محاله لبوج ضنين أو ضاد نواقر ضنين أو ضاع نواقر وما هو على الغيب بالضنين وما هو على الغيب بالضنين لماذا قرب علما أقوي بأن اللغة العربية اللغة العربية تسمى تالي ريبي والله قول بالله مجري ريب واسكا قدع تالي وايدي ريبية واسكا غلط مدبيع على وحاسك تسمى وحالو مقع على لغة الضاد اللغة الضاد والانفرادها كليوبي ديد بها ضاد كيلي كليوب وانفراد الضاد الضاد كانوا علما أقوي بأن اللغة العربية اللغة العربية تسمى وحالو مقع على لغة الضاد والانفرادها كليوبي ديدي بها والانفرادها اللغة كليوبي ديدي بها الضاد بي لكليود أفعربي كلي الضاد لغه وانفراد الضاد الضاد كان وحول لكليوبي بصفة الاستدالة دون غيرها غير كيدما دون غيرها حروف تي كلمايا ومن الحروف الهجائية حروف تي قاد فاحذر كالدكتور يا أخي القاري ولالك يا أغرنا يا أخي ولالك القاري قاري الكريم يوناكسنو فاحذر كالدكتور يا اخي ولا الكيو القارئ اي قارئ الكريم اي وناكسن وان تقرا ان اغرس الضاد الضاد مثل الضائضة او كلا ان اغرس لان هذا كاس يحملك وحدوش كاساري الوزر الدنبي وكو حمارسين في تغيير المعنى معنه بدلي دي سي بتغيير الحرف حرف كهداد بشتشو في تغيير المعنى معنه بدل دنبي اي الضوش كاسار وبتغيير الحرف حرف كي مركات بدش والله إلهي تعالى سري أعلم وحكستو إن شاء الله ما تلقى أسان كستو بريو أنضات كرمين إن باول وقف من جين إن شاء الله والله سبحانه وتعالى أعلم وحكم الله التوفيق سبحانك اللهم وبحمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك